مرحبا بكم، فنان لبناني بمواهب متعددة، جمع بين الغناء والتلحين وتأليف الشعر الغنائي. أهلا سليم عساف على سكاي نيوز عربي. أهلا وسهلا. سليم، عم نرافقك على هامش إطلاق أغنيتك الجديدة يا مدلع، اللي كان مفترض أنها تكون عاطفية ولكن حولتها لتتضمن رسالة وطنية للبنان. ماذا عن كواليس هذه الأغنية؟ يا مدلع بفكرة الإخراج بالأول، أول ما ابتدينا بدنا نعمل فكرة، وكانت أوضاع لبنان شوي مش مثل ما يعني ما لازم تكون. طلعت الفكرة مع شريف ترحيني المخرج إنه ليش ما بنعمل شيء خاصه بلبنان، إنه بدنا هيدا لبنان اللي بدنا إياه، بدنا رجعوا لنا لبنان السياحة الستينات السبعينات. عملنا الفكرة هيدا، التوقيت كان قبل أسبوع من انفجار بيروت، وصار اللي صار للأسف، ومن بعدها جينا لننزل الكليب اللي هو بوقت صعب يعني. فقلنا قررنا ما نأجل، قررنا ننزل ونحط ببداية الكليب انه هالأغنية تصورت قبل أسبوع، وكانت وهذا اللي صار. والحمد لله انه رغم كل الأوضاع اللي نحن فيها في لقيت تفاعل عند الناس. سليم، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، غردت منتقدا ابنة السيدة فيروز المخرجة ريما الرحباني لعدم ظهور السيدة فيروز لتحية الجمهور اللي كان محيط ببيتها، كما أنك يعني انتقدت ردود أفعال ريما الغاضبة تجاه إعادة أعمال السيدة فيروز من قبل فنانين آخرين. لماذا برأيك ليست ريما الرحباني على حق؟ لك كل حدا منا، كل حدا بالعالم العربي او بلبنان بحس فيروز جزء من كيانه، من وجوده، من وطنه. فكرمال هيك انا من الناس هودي واللي بحب اي تصريح يطلع من قبل هالنجمه اللي هي منا نجمه عاديه فوق الاعتبارات الفنيه والروتينيه والاعلام مثل ما بنعرفه، هي حدا مختلف تماما. فكرمال هيك بحب انه يكون بس اذا طلع تصريح ما يكون جارح لا اكثر ولا اقل، وهذا اللي انتقدته. بس بدور بكواليس الوسط الفني سليم، بانه المغنيين لما الملحن بيغني بيقولوا انه بحس بالغبن بمطرح معين، كونه بيساهم يعني بصناعه العمل الفني، العمل بينتشر، نجم بحقق جماهيريه، الا انه الملحن وتحديدا عنا يعني بالمشرق العربي بلبنان بيضلوا بالظل، فمنشان هيك بيقولوا انه بده يلجا للغناء تيحاول يبين او يظهر. وجهة نظرك هون على حسب الخلفية العقلية اللي عندك بتقبلك حالك. يعني اليوم سنة الحياة انه مخرج اهم فيلم بالعالم اذا بيمرق من حدك يمكن ما تعرف، بس هذا ما بيعني انه هو منه فنان مهم جدا. اللي عم تقوله مزبوط، بيعاني منه الملحن، يمكن بيعاني منه الكاتب، مع انه هلأ لا هلأ صارت غير موضوع. بس تجربتي الشخصية صراحة بقول لك لا، من اول يوم، من اول اغنية كانت هيت وكان الاسم موجود، فما كان عندي ولا مرة هاجس الشهرة او هاجس انه لازم اظهر او غني لانه انعرف اكثر، او ما ربطتهم ببعضهم معي انا. لا ممكن ما بتصير، بقول لك بلا يمكن بتصير، بس ما حسيتها، او ما عملت، مش معقول تفوت بمشروع غناء اللي هو مشروع كبير واللي هو بده تضحيه كثير وبده تفهم الناس كثير، كرمال بس انه انت تصير في ضوء على اسمك. ما هو في ضوء من الاساس. ما أنا ذكرت المشرق العربي ومنهم لبنان تحديداً لأنه هذا الموضوع لا ينطبق على منطقة الخليج، حيث صح للملحن وللشاعر أهمية كبرى، حتى أنه شهدنا بموسم الرياض ليالي تقام مثلاً تحت اسم ليلة سهم، ليلة ياسر صح أبو علي، اللي هن من صناع الأغنية الخليجية وإجوا نجوم تيغنوا له. وشكراً لك أنه ضويت على النقطة، لأنه هي مش بس هيك، بمصر حتى أهم الفنانين اللي نحن نعرفهم كانوا ملحنين، يعني كان من الجيل الجديد، من تامر حسني، لأن في ناس ما بتعرف أنه حمائي وتامر في كانوا ملحنين وكانوا ناس بيقدموا ألحان قبل ما يكونوا مطربين. والخليج هلأ مفهوم تعددية بشخصية الفنان صارت عندهم أكتر منا. يعني اليوم عندك الغرب، هيدي شغلة موجودة عندهم، يعني بتلاقي المطرب بيشرف على أعماله، بيلحن، بيغني. بلشنا نشوفها بلبنان، يعني بلشنا نشوف مطربين بيلحنوا كمان، بيألفوا، ممكن يخوض تجربة توزيع. هذا مش غلط، أنت آرتست، لما تكون آرتست مزبوط يمكن أنت ما تكون بروفيشنال بمطرح معين، بس هيدي روحك، هذا إحساسك، ما حدا في يقول لك لا ما تعمل هيك.
سليم، لفتتني السلسلة التوثيقية اللي أطلقتها عبر قناتك على اليوتيوب لتوثق يعني تعاوناتك مع الفنانين، بمعنى أنك تعرف الجمهور على أبرز الأغاني اللي عملتها لكل فنان. ومن الحلقات المميزة هي كارول سماحة اللي بدأت مع المشوار. هون بستذكر لقائي مع الفنان مروان خوري اللي اعتبر بأنه تعاونه مع كارول سماحة شكل له حافز كبير بأنه بده يتحدى الرحابنة اللي صنعوا انطلاقة كارول، لأنه كمل يعني معه من بعد الرحابنة. أنت جيت بعد الرحابنة وبعد مروان خوري، هل حسيت بنفس التقل؟ ليك حسيت بهذا التقل بطريقة تانية، مش تحدي. كان إذا بدك هي كارول فنانة شاملة يعني متنوعة جدا، حتى بأداء أغانية، بنوع أغانية، ممكن تغني دانس، ممكن تغني دراما، ممكن بتقنع. فكان في نجاحات لا شك، بس لا ما فكرت بهالميل، لان رحت على المطرح اللي انا بدي، مطرح جديد ومطرح كنا عم نشتغل انا وياه على هذا الموضوع كتير. فاي فنان بدك تتعامل معه خاصه بالبدايات بتحس انه بدك كيف بدك تعمل شيء جديد، مش بس تعمل اغنيه وخلص. هون كان التحدي الاكبر انك تعمل عمل جديد، مش انك تكسر اغنيه عاملينا رحابني او عملها فنان كبير مثل مروان خوري. كارول كانت عامله بصباح الالف الثالث وعامله مسرحيات وعامله طلع فيه هيك اللي كان نجاحهم ساحق. هون عملنا غالي علي اللي هي كانت الاولى من نوعها بالسرعه اللي كانت معموله فيها، عم تحكي بسرعه 140 التيمبو تبعها، عمل مش معودين عليه بالاغنيه العربيه كتير، لحن يوناني. وعملنا من بعد اسمعني وتعودت وما بخاف واضواء الشهره اللي كانت جديده من نوعها جدا، حتى كايقاع بالعالم العربي مش سامعين هذا الريت. فهون كانت التحديات الكبرى. حتى ليش هي تحديات؟ لان مرات الناس ما تستوعبها، يعني غالي علي ما اقتنعت فيها الناس دغري من اول لحظه، اخذت شهر لصارت ميجر هيت وبعدها لهلا هيت كبير. ومثل كل الاغاني الحمد لله اللي عملناها. سليم، بما انه ذكرنا الفنان مروان خوري، دائما الصحافه بتحاول تقارب بين تجربتك وتجربته، كون انتم الاثنين بتغنوا بتلحنوا وبتالفوا الشعر الغنائي، اين تتشابه مع مروان خوري واين تختلف عنه؟ وهل صحيح ممكن نقول انه من خلال تصريحاتك بنستشف انه من بين كل الفنانين بتفضل مروان خوري عن غيره؟ بتشابه مع كل فنان صادق بعمله يعني، ومروان صادق، من عشان هيك جملته بتوصل بدون استئذان تدخل على قلبك يعني، لحنا وكلاما وغناء حتى. يمكن من عشان هيك في مقارنه مثل ما قلت، وعم نغني كمان ونكتب ونلحن كمان، وقله اللي هن بيعملوا كلام ولحن بذات الوقت. هلا الاختلاف انه انا شوي بعتمد انماط موسيقيه مختلفه، يعني ممكن اعمل اذا بدك الكلاسيك بطريقة أنا بحبها بحسها، وممكن أعمل البلدي كتير كمان بطريقة بحسها، يعني بحس ممكن أعمل الفصل بين جو وجو تاني كليا. يمكن هيدا نقطة الاختلاف اللي أنا بشوفها. بالنسبة للإعجاب بأعمال مروان، يعني أنا معجب بكل شخص بيعطيك هيدا الصدق وهيدا الإحساس بأعماله. ما فينا ننكر أنه أغاني مروان وصلت وفي خط وخلق مدرسة حلوة كتير بشغله، ومعجب فيه ومعجب بكتير كمان أغاني، لحتى ما نظلم كتير ملحنين وما نظلم كتير أفكار حلوة، معجب فيهم كمان وبأغانيهم وبإنتاجاتهم، خاصة بالعشر سنين المرأة وفي ناس كتير قدمت أشياء حلوة. سليم، تجربتك مع الفنانة ماجدة الرومي اقتصرت على أغنيتين، والأغنيتين كانوا بمناسبة أولاً زواج بنتها اللي هي بيوم عرسك، والتانية كانت أغنية وطنية حملت عنوان الحرية. ماذا عن كواليس هالتعاونات وعن مدى قرب ماجدة الرومي من عائلتك كون أهدتك اسم بنتك؟ وهل ممكن نشوف كمان تعاون بأغنية عاطفية قريباً بيناتكم؟ أول شيء تحية للسيدة ماجدة الرومي اللي أنا بشوفها هيك بخيلها كل يوم بهالفترة اللي نحن فيها، لأنه مرتبط اسمها عندي دايماً بوطنيتي بمحبتي لهذا البلد. فأول تعاون كان بيوم عرسك، وهي أغنية كتبها طلال حيدر، وكانت من الأغاني اللي هي قراب لقلبها كتير، وهذا اللي قالته بأول لقاء. وهون كانت مسؤولية كتير، إذا بدك إنه عم تقلي ملحن بعده مبتدئ عم بتقلي هذه أغنية بتهمني كتير وبدنا نعملها بطريقة جديدة. هاي الطريقة الجديدة اللي هي أنت شو بدك تعمل طريقة جديدة لحدا عم بيغني بهالجمال وبستايل معين، فقدرنا نعمل الأغنية تروح على ستايل إذا بدك في نوع من الدبكة، في شيء من اللبناني القريب من الناس اللي بيحبوه الناس.
ونعمل بطريقة رائعة، وزع جان ماري كمان بطريقة حلوة وغنتها غناء رائع. أما بالنسبة للأغنية الثانية الحرية، كمان من كلمات طلال حيدر، وكانت إلها طابع خاص لأنه بوقتها كانت مهرجانات بيت الدين وكان في فراغ رئاسي، وهالأغنية كانت هيك فيها إذا بدك خصوصية، لأن بهداك الوقت الناس كلها ناطرة شو بده يصير وشو الوضع بلبنان، وهي كانت أوريدي بالكونسرت حاطة كرسي رئيس جمهورية فارغ، فكان حدث صراحة. سليم، تعاونك مع نجوى كرم اقتصر على 4 أغاني فقط، شو أبرز الهواجس اللي بتبديها نجوى كرم لما بتجي لعندك تختار أغنية، وماذا عن كواليس لقائك بالراحلين الكبيرين ملحم بركات والموزع المصري طارق عاكف بواسطة نجوى كرم؟ كان أول تعامل نور أيامي، بعدين كان يا بيي وبالروح بالدم ولو بس تعرف، هول 4 أغاني. كيف تشتغل على الأغاني أو تنقي الأغاني؟ ابتداء من الكلمة، يعني الكلمة هي المحرك الأساسي لأنك تعطي أغنية حلوة لنجوى أو تدخل على قلبها، وهذا شيء كتير مهم بالنسبة لها. بيرجع أكيد اللحن اللي فيه خصوصية، انتبه نجوى كرم خلقت خصوصية بالأغنية اللبنانية بتشبهها وما بتشبه حدا غيرها، ولما حد أي حدا حاول يقلدها فشل، فهذا شيء كتير مهم كمطرح لنجوى كرم. أما بالنسبة للقاء مع الراحلين الكبار الله يرحمهم ملحم بركات وطارق عاكف، هون كان إشادة كتير حلوة وجلسة جدا حلوة من مع نجوى وملحم اللي هن عملتها نجوى هاي الجلسة، وفعلا عرفت بطريقة حلوة كتير وأشادت بالصوت والألحان وهيك، وأنا ببداياتي فكان شيء حلو، تعرف كل حدا ببداياته بده هذا الدعم وخاصة من فنانة مثل نجوى. تاني لقاء كان مع طارق عاكف، هو على التليفون، كنت برات لبنان، فعملت هذه الجمعة على أساس أنه يوزع أغنية نور أيامي، وهيدي من صفات نجوى كرم الحلوة كيف تجمع الفنانين مع بعض، وكان هذا أول لقاء بيننا، وكان تفاجأت أنه متابع جداً للأعمال اللي عملهم أنا، وخاصة أنه حدا بمصر وأنا ببدايات بعدني، فمتابع وحافظ وعارف النقلات، وحداً لا شك هو كمان أدخل تطوير كتير كبير للموسيقى العربية للتوزيع بخلط الآلات الشرقية مع السيكوانسر والإلكترونيك إنسترومنتس، ورجع وزع الأغنية توني عنقة، وكان توزيع حلو وحبوا الناس للأغنية، وهذا كان أول تعامل. سليم، صرحت أكثر من مرة بأنه أغنية على المخفي اللي جسدت التعاون بينك وبين إليسا تعرضت للظلم من قبل إليسا كون ما روجت لها بالطريقة الصحيحة بحسب وجهة نظرك، والبعض قال بأنه هيدا السبب اللي دعاك أنك تقول بأنه ألبوماتا الأخيرة ما كانت بمستوى نجاحات الألبومات الأولى، شو رأيك؟ أول شيء نجاح ألبوم منه هو المعيار الأساسي بمسيرة فنان، يعني فنانة مثل إليسا عندها مسيرة من النجاحات الكبيرة، في ألبومات ممكن لظروف بالبلد، ممكن لظروف بالعالم العربي اللي عم يمرق بخضات كتير كبيرة ممكن تنجح أكتر أو أقل، بس لا شك أنه إليسا من الفنانين اللي نجحوا كتير بالرومانس ستايل بالميوزك، فهذا النجاح بيخلي الفنان يقعد بالسيف زون، طولت هاي القعدة بصير يرتاح فيها، بيقول انه خلص انا هون عم بنجح، هون عم بيحبوني الناس، وهذا شيء منطقي وبيصير اصلا مع كبار الفنان، مع عمرو دياب صار، بس هون الفنان بحاجة لنهضة اذا بدك، انه يغير، انه يطور، انه يدور على ألحان جديدة، على توزيع جديد، على نمط جديد بالغناء، لان بيلبق له تغني اعمال فيها حركة وفيها او مود تاني من الانترفالات بالميوزك، فهيدا اللي انا دايما بحب انه شوفها فيه لاني بحبها ولاني بحب احساسها بيوصلني صراحة، فان شاء الله يا رب باعمال تاني وبالبومات وحتى يمكن نعمل اعمال سوا تكون هيك بتمنى. سليم، فضلا عن العلاقة العائلية العميقة اللي بتربطك بالفنان رامي عياش والاغاني الناجحة اللي عملتوها سوا بمسيرتكم مجنون سوا وغيرها من الاغنيات، الا انه بنستشف فيه هيك جفاء معين بيناتكم او رسميه اذا بدك تسميها بالتعاطي بيناتكم، نحن بنحبكم اثنيناتكم بس اثبتولنا انه ما في شيء من خلال عمل جديد لانه صاركم 4 سنوات مجافين بعض فنيا.
إذا الإثبات من خلال عمل جديد قريباً حيكون إن شاء الله في عمل جديد، واللي بقول لك يا ما في جفاء ولا بعمره حيكون في جفاء، لأنه أنت دايماً رامي هو بخانة مش بس الفنان اللي بحب أغانيه وصوته، هو بخانة العيلة، وخانة العيلة هيدي ما فيك، أنا ما بحب لا أحكي عنها بالإعلام على طبيعة هالعلاقة ولا شيء، بكتفي إنه أقول هيدا عيلتي، والجفاء لا صار ولا رح يصير، وانت من المحبين وبتعرف انه انت بتحبنا لإلي ولإله كمان، وبتحب لنا الخير، واللي عنده بباله اي شيء انه في بين هاتنين جفاء بنقول له ما في شيء، ونحن المحبه نحن بنعملها، نحن اخترعنا المحبه لنجي نحن نجافي بعض. لا، الفنان اللبناني الجامع للرقي الشعر واللحن والغناء سالم عساف، اشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء، واهلا بك ضيفا عزيزا دائما على سكاي نيوز عربيه. الشكر الكبير لك سعيد ولكل مشاهدي سكاي نيوز عربيه، شكرا لكم.